الأجساد الحقيقة يعني لها دور مهم جدا. انتوا عارفين ان احنا بنتعرض في منطقة الشرق الأوسط عموما لتغيرات مناخية مختلفة، وهذه التغيرات المناخية ده دور الحقيقة منظمة أجساد بتعمل على ازاي تطلع أصناف سواء لقمح سواء لشعير، هذه الأصناف تتناسب مع هذه التغيرات المناخية. ودي قضية التغيرات المناخية قضية كبيرة جدا، وأعتقد أنه أجساد قايمة بدور كويس قوي في المرحلة اللي فاتت. هل هيتم التعاون بين المنظمة والحكومة المصرية أو وزارة الزراعة بشكل رسمي في مشروعات معينة؟ ده وزارة الزراعة بتعتبر أن أجساد جزء منها يعني حضرتك طرحت فكرة جميلة جدا، إنشاء شركات عربية لإنتاج، هي شركة واحدة. أنا أتصور أنه لو شركة واحدة عربية تقوم بها جامعة الدول العربية، وتبقى شركة تدرس كل نظام قطري وكل التغيرات المناخية في كل قطر، ويتبنوا هذه البحوث والدراسات لإنتاج بذور متآوي تبقى مناسبة لكل قطر، لكل الحبوب أو كل المحاصيل، ولا كل المحاصيل لكل المحاصيل على حسب كل بلد وظروفها اللي هي بتتفوق فيه. بتتفوق فيه طبعا. وجودكم في لم الشام يحقق نجاح حزمه ملحوظ. نعم فندم. وجودكم لم الشام للأسرة الزراعية أو الأسرة الزراعية عمرها ما تفرقت. الأسرة الزراعية طول عمرها كيان واحد وعمرها مش هتتفرق أبدا. احنا بنحيي وجودكم في هذه مصر في هذه المرحلة بتغزو الصحراء. كيف يمكن أن نستفيد من التعاون بين أجساد وبين مصر في هذا التوقيت؟ أكيد أنتوا عارفين إن احنا عندنا مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء من المراكز اللي بنفخر بيها وللوطن العربي كله بيفخر بيها، وعدد باحثينها وعلمائها، فأعتقد يعني ده مش جديد علينا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. على المؤتمر الاقتصادي عاوزين بس لمحة على المشروعات اللي هيتم تقديمها للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مشروعات زراعية، إيه الأولوية الأولى واثنين وثلاثة وأربعة؟ في مؤتمر من الاستثمارات اللي المتوقع لها في القطاع الزراعي مع المؤتمر ده. مؤتمر شرم هو اصل متولي انتوا عارفين يعني. ايوه المؤتمر في مؤتمر شرم الشيخ ان شاء الله اولويه اولى هو المليون فدان، ودي التوجيه الرئاسي الاول للسيد الرئيس، وان شاء الله اتحددت مناطقه في 9 مناطق وهنعرضها ان شاء الله في المؤتمر كمشروعات. المهم قوي في مشروعات اللي تنطرح ان يبقى عندنا تكامل، مشروع تكاملي يبدأ من الزراعة ثم يبدأ على استخدامات المنتج اللي طالع لتحويله لمصنع آخر وهكذا، وهتبان الكلام ده إن شاء الله. مراكز التصنيع الزراعي. مراكز التصنيع الزراعي. شكرا معالي الوزير.